بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء يا سادة ما يوم الحد بنحاول نتفقد بيوتنا ونحاول بقدر الإمكان نحاول نصل إلى حلول هذه الحلول يكون من شأنها إن احنا نحاول بقدر الإمكان إن احنا نرسي قواعد للتوافق توصلنا إلى السعادة ودايما بيبقى عندنا شويه مشكلات وتحديات بتقابلنا وعندنا تحدي كبير مش هنقدر نفوته مش هن... في تحديات ما نقدرش نتجاوز عنها وخاصه في الايام دي الايام دي انتوا عارفين ان انا بقول ان الناس زاد فيهم الحساسيه جدا 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 فبقى عندنا تحدي كبير جدا بيحصل ما بين الزوجين عند وجود اي نوع من انواع الخلاف في وجهات النظر او خلاف بينهم وبيكونوا مش عارفين يتوصلوا لحل مع بعض وبيكون عندهم تساؤل التساؤل ده بيعبر عن التحدي بتاع النهارده تعالوا نشوف التحدي كده لانه التحدي ده في شكل الثنائية كده التحدي بيقول أتكلم واكسر خاطرها أو اسكت واكسر خاطري يبقى هو السؤال السؤال اللي عندنا أتكلم واكسر خاطرها أكسر خاطر زوجتي ولا هو هي هو هي تقول اتكلم واكسر خاطره ولا اسكت واكسر خاطري انا المشكله هنا بقى في المتلازمه دي ان احنا عملنا تلازم ما بين الكلام وكسر الخاطر اذا كن بيشوفوا ان كلامه عن الخلافات او الاشياء اللي بتضايقهم مع بعض لازم يوصلهم بشكل او باخر الى الخناق ولازم هيسبب كسر خاطر في النهاية ومعنى كسر الخاطر إن المشاكل هتتضاعف وهتزيد ومش هيقدروا يحلوها وبالتالي بيعتبروا إنه إنهم أمام طريقين طريقين ما لهمش تالت إما السكوت اللي هيكسر خاطر الساكت أو الكلام اللي هيكسر خاطر المستمع سواء كان زوج أو زوجة وفي الحالتين النتائج بتكون سلبية للغاية لأن السكوت ماله السكوت بقى؟ لأن السكوت بيوصل الإنسان لإيه؟ السكوت بيوصل الإنسان إن إنه يكبت نفسه. يبقى النتائج بتكون سلبية ليه؟ لأن السكوت مش بيكون عن طيب خاطر ولا تغاضي أريحي يعني تغاضي الإنسان ما يحسش بوجع ولا بضيق لما يعمله. ولا الكلام بيكون بشكل رشيد على فكره، فبتحصل بعض الآثار السلبيه في الاختيارين في السكوت أو الكلام. مع إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال, وقال, وقال لنا وهو بينبهنا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال لنا إن الكلام يكون بخير والسكوت بيكون بخير. فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى امتى يصمت لما يكون الصمت خير؟ وامتى يتكلم لما يكون الكلام خير؟ طب يا ساده احنا امام تحدي حقيقي. وانا ما بتكلمش هنا في تحدي غير لما التحدي ده يكون مسمع في البيوت قوي. وهو تحدي كبير ما بين الزوجين واساسه ان هما مش قادرين يتواصلوا بشكل امن مع بعض. ولا بشكل يخليهم يحسوا ان هما بيحصل بينهم غزل وبيحصل بينهم تشابك وبيحصل ان كل واحد فيهم كلامه يدخل في داخل التاني فيحس ان هو جزء منه. فتلاقيهم لما لما بيكلموا بعض بيكون كلامهم مليء باللوم والانتقاد والشكوى فاي حد فالواحد اللي بيسمع يحس ان في سياط نازله عليه. انت عملت كذا وكذا. انت على طول كده ما بتعرفش تتصرف هو انت امتى هتفوق لبيتك والاولاد هو انت ما بتعرفيش تعملي حاجه لوحدك ابدا هو انت ابدا ما بتتغيرش عن طبعك الوحش ده كلام كله سيء فتتحول مشاكل التواصل اللي بينهم لمشاعر سلبيه مش بس المشاعر لاعتقادات عند كل واحد فيهم في التاني والمشاكل السلبيه دي يعبر عنها والمشاعر السلبيه دي والمشاكل النفس النفسانية دي يعبر عنها بعبارات زي مثلا الزوجه تقول لزوجها هو انا ما فيش حاجه ابدا عجبك فيا انتي مش بيهون عليكي تراعي مشاعري شويه ويقول الزوج لزوجته هو انتي ليه بتتعاملي على معايا على ان انا غبي ويقول لها كده هو انت فاكره اني ما بحسش هو انت فاكره ان كلامك ما بيوجعش وهي تقول له هو انت فاكر ان انا ساذجه يعني عشان تضحك عليا بالكلمتين دول وكل واحد فيهم يتهم التاني بس اهم حاجه عنده انه هو يطلع هو صح والطرف التاني غلط لازم كده المعادله السامجه دي هو صح والطرف التاني غلط وما ادراك بقى بالشعور اللي بيحصل عند الطرف الثاني لما يحس ان الثاني ان ان زوجه الاقرب الناس اليه عايزه يطلع غلطان، عايزه يطلع غلطان بقى ليه؟ عشان هو شايف له شوفه تانية هو عايز نطلع غلطانه لان هو بيكسرني؟ هو عايز نطلع غلطانه لان هو مش شايفني وبيعتبرني بني ادم ملوش لازمه؟ هي عايزاني اطلع غلطان عشان هي تقدر تبتزني وتاخد فلوسي؟ هي عايزاني اطلع غلطان عشان تحسسني بان هي افضل مني وتحسسني بان انا مش مالي عينيها وساعتها بيبقى مش مهم الطرف اللي عايز يطلع صح والتاني يطلع غلطان بيدوس على ايه حتى لو كان بيدوس على قلب شريك حياته وعشان كده الاثار السلبيه اللي ممكن تحصل في حاله تفضيل السكوت لعدم كسر خاطر شريك الحياه خمس حاجات تعالوا نشوفه